السلام عليكم احبابي جيراني وخوتي ومتابعي على الصفحه الرسميه فيسبوك، صحه عيدكم كالعاده. سامحوني ربما تاخرت عليكم ولكني في عطله، والله لا املك المعلومه حول المباريات المتلفزه، ولكن قلت لازم الحبايب لازم نعطيهم موعد المباريات المتلفزه اليوم السبت. اذا فيه مبارتين من المحترف الثاني، بداية من الخامسة مساء مولودية سعيدة مع وداد تلمسان. هذه المباراة تشوفوها على القناتين الأرضية وكانال الجيري. المباراة الثانية بين جمعية أولمبي شلف ورائد القبة، سمحوا لي ندير السبتة ورائد القبة. هذه المباراة تشوفوها على القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية دائما بداية من الخامسة مساء. وفي نفس التوقيف مباراة من المحترف الأول تجمع بين ناصر حسين داي واتحاد الجزائر، المباراة تأتيكم على الجزائرية الثالثة. كونوا في الموعد. إذا هذه هي المباريات المتلفزة لنهار اليوم، عذرا على التأخير لأني في عطلة والكبش، واكو على بالكم الكبدة وما شابه ذلك. ثم تقولوا لي بلال واش بيك، راح اكل الكبده اكل اللحم اكل هال، الحمد لله. المهم مولوديه سعيده وداد تلمسان بدءا من الخامسة مساء على القناتين الارضيه والثانيه كان الجيري. جمعيه اولمبي شلف رائد القبه بدءا من الخامسة مساء على القناه الرابعه الناطقه بالامازيغيه. وفي المحترف الاول الدربي العاصمي بين النصر حسين داي اتحاد الجزائر على الجزائرية الثالثة بداية من الخامسة مساء. كونوا في الموعد، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى يصلهم جدول المباريات المتلفزة. سلام، إلى لقاء قريب بحول الله تعالى.